تفاصيل. ملعب المسيرة بأسف كان على موعد مع لقاء الافتتاح للدورة التاسعة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم مباشرة بعد التوقف القصير والعودة للمنافسة من جديد. اللقاء شبه محلي هذا جمع أولمبيك أسفي وحسنة أكادير المنتصران في آخر دورة. لقاء حضره جمهور لا بأس به خاصة جمهور الحسنية، فيما لا زالت بعض الجماهير المسيوية غاضبة على وضعية الفريق ونتائجه المتذبذبة. الذي يجب أن يعرفه الجمهور أنه يجب أن لا يخاصم الكرة، أن لا يخاصم الفرق على المستوى الوطني، لأن وإن إحنا غنكونوا بحال الولد اللي كتفطم أمه وتهرب منها لأنه مابقاش تعطيه الرضاعة. الجمهور المغربي في حاجة للفرق ديالو على أنها تكون قوية، ماشي حيت النتيجة كانت عكسية أن الفريق يهجر الجمهور ديالو، ولكن المهم أن الجمهور يكون واعي، حضوره بالدعم بالاخلاقيات، بعيدا عن الشغب، بعيدا عن التلفظ بالكلام النابي، هذا هو الجمهور الحقيقي. حنا كفصيل ديال التشجيع ديال فريق اولمبيك اسفي كنشجعوا الفريق ديالنا في السراء والضراء، ما واخا المركز اللي كنحتلوه حاليا ما كيحتم علينا باننا نكونوا حنا ديما وراء الفرقه، وخصنا نساندوها اكثر بانها تكون هي لتحت اكثر من نساندوها فاش كتكون في المراتب الاولى. اللقاء تحت قياده الحكم نور الدين ابراهيم لم يرقى عموما إلى مستوى جيد، وكان فيه التخوف والحيطة والحذر أكثر من اللازم، بل ظلت الكرة متمركزة غالبا في الوسط مع أخذ ورد وتمريرات خاطئة في الغالب، ولم تكن هناك الفرص الحقيقية للتسجيل. اللهم الفرصة الوحيدة التي أعطت هدف الفوز للفريق المحلي فريق أولمبيك أسفي، وذلك بعد مجهود فردي متميز للاعب سعد عيد الخرصة من الجهة اليسرى. موقعا بذلك هدف الفوز في اللقاء لفريق أولمبيك أسفي. ورغم المجهودات المتوالية والضغط الذي مارسه فريق الحسنية خلال الشوط الثاني، ظلت النتيجة على ما هي عليه حتى نهاية اللقاء. اللقاء انتهى بفوز أولمبيك أسفي بثلاث نقاط هامة بعد جهد جهيد. إشارة الوحيدة اللي بقى ناقصانا وهي اللي غادي تزيد هاد الشوية اللي باقي خاص اللاعبين هو الجمهور المصفيوي، لأن السنة الماضية الجمهور المصفيوي أزرنا بشكل كبير وبشكل إيجابي. الحمد لله اليوم كانوا البعض منه اللي أزرونا كنشكرهم، ولكن كنطلبوا من الجماهير اللي كتفرج في التلفاز وكتفرج في المنزل أنها تجي تساعدنا، لأننا فهمس الحاجة لها في هذا الوقت الراهن. هذا الملعب هذا يعني مش خلاص دير واحد أنيماسيون دو جو ديالك، يعني ملعب كيسا أي حاجة إلا كرة القدم. يعني إحنا برجع المقابلة إحنا تلقينا أن هدف مباغش حول أننا نماركو هدف تعادل والمزيد من الأهداف مش أتاش لنا. كما قلت لك أرضية الملعب ما ساعدتناش، أولمبيك أسفي مارك هدف ورجع الكل للوراء، وكنهني من هذه المباراة وكنقول لهم مبروك عليك هذا الفوز هذا وحد موفق لحسنة أكادير. هدف غالي ويتيم وفوز ثاني صعب وثمين، وذلك في انتظار تحقيق المزيد في بطولة قطعنا منها تقريبا ثلث وحيد، ولا زالت أمامنا لقاءات منها العديد ثم العديد وماراثون كروي شاق وبعيد. الكل